كان علي قد أصابه الرمد في عينيه، وحاصر النبي خيبر مدة من الزمن، ثم بعد ذلك قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكونها، أي كل يحدث نفسه ويحدث أصحابه: ليتني أكون ذلك الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك الرجل يفتح الله على يديه. ثم أخبر عنه بخبر عجيب فقال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فشهد له بالإيمان والولاية، فتمناها كل أحد، حتى قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة الفجر، أقبل إليه الناس كل يرفع رأسه كأنه يقول: أنا ذاك الرجل. فصار النبي ينظر في الناس ثم قال: أين علي؟ علي؟ قالوا: يشكو عينيه، أصابه الرمد. قال: ائتوني به. فجيء به يساق، يقاد، لا يرى من الرمد. فلما أوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تفل تفلة مباركة صلوات ربي وسلامه عليه في عينيه، فشوفي حتى إنه ذكر أنه لم يصب بعدها بأذى في عينه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فأعطاه النبي الراية وأمره أن يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. فخرج علي وإذا مرحب اليهودي قد خرج إلى الناس، وهو من فرسان يهود، قد خرج إلى الناس ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج إليه محمد بن سلمة أخو عمرو بن سلمة، محمد بن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع. فخرج إليه ثم تصاولا فضرب مرحب فوقعت في درع ابن سلمة، فضربه ابن سلمة ولكنه لم يصبه، ورد السيف على ركبته فقتل نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فزاد فخر مرحب وأعادها مرة ثانية: لقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج إليه الأسد، خرج إليه علي رضي الله عنه وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. وعلي كذلك، أمه سمته أسدا لما ولد على أبيها، سمته أسدا. فلما جاء أبو طالب قالت: لو سميته أسدا، قال: بل هو علي. فعلي لم ينسى أن أمه سمته أسدا، ولذا قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة هو الأسد، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فتصاولا وقتله علي رضي الله عنه وأرضاه. إن نظرت إلى علمه وجدته من أعلم خلق الله رضي الله عنه وأرضاه، وإن نظرت إلى عبادته وجدته من العباد، وإذا نظرت إلى الزهد تجد قول عمر بن عبد العزيز: ما في الناس أزهد من علي. وإذا نظرت إلى حكمه التي يطلقها لقلت: هذا حكيم الزمان. مما نقل عنه من الحكم أنه قال رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح.
وجاء عنه رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه. كل الناس يفرح إذا قيل إنه عالم ويدعي العلم، فدل هذا على أن العلم شرف. يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به، وأن يفرح به من نسب إليه. قال: وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. ومما قال: السخاء ما كان ابتداء، أما ما كان عن مسألة فحياء وكرم. وقال: إني لأستحيي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلمي، أو عورة لا يواريها ستري، أو خلة لا يسدها جودي، رضي الله عنه وأرضاه. وله من أمثال ذلك كثير رضي الله عنه وأرضاه. ومن شعره أنه قال: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق بها الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غيث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، رضي الله عنه وأرضاه. ومن شعره كذلك أنه قال: ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع إذا أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل، ولا تظنن برأيك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله الصدق كل قيل، فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، رحمه الله ورضي عنه.